نحن نعمل في الكنيسة لكي نؤثر ونغير من ناحية سياسية عامة الاحتلال، وحتى من قبل منذ 48. وطبعا كمواطنين لنا الحق الأساسي والشرعي أن يكون لنا دور في تغيير هذه السياسة التمييزية الممارسة تجاه المواطنين العرب نحن منذ قيام دولة إسرائيل، أو يمكن أن نقول منذ قرار التقسيم. أن تطرح روايتنا في كل قضية وقضية، أن يسمع صوت الجماهير العربية في كل من على كل منبر، وتحديدا هذا المنبر الهام والصعب. هذا منبر صعب، وجودنا هون هو تحدي يومي. التحدي الأعظم هو تحدي التوجهات العنصرية التي أصبحت لا تستطيع تقبل أن تكون امرأة وعربية رئيسة لجنة وتقرر في الكنيسة. بالنسبة لإلنا هذا يعني يعتبرونه وكأني أتعدى على ملك خاص لإلهم.